يا حبه عيني، ما هو عمل كل ده علشان خاطرها هي. ازاي؟ ما انا هحكي لك. من يجي اسبوع كده البت اختفت وما كناش عارفين عنها اي حاجه. يا ابني اهدى بس، تلاقيها بتلعب هنا ولا هنا وزمانها راجعه. انا قلبي وكلني على البت يا ابني، وقلبك انت كمان واكلك عليها، بس مش عايزه تقولي، بتقولي اي حاجه عشان تطمنيني. انا هنسى ادور عليها تاني. الو. ايوه يا كارم، انا مش عايزك تقلق على بنتك، هي معايا. مين معايا؟ وبنتي بتعمل معاك ايه؟ لقوها. الف بركه يا حبيبي. استني يا امه، استني. انا خطفت بنتك وعندي استعداد ارجعها لك، بس بشرط واحد. شرط ايه؟ انا ما حلتش اي حاجه. ازاي؟ انت مش شغال في محل ذهب؟ ايوه انا شغال في محل الذهب. عايزك تسرقه. اسرقه ازاي؟ انا عمري ما سرقت، ما اعرفش اسرق يا بيه، ما اعرفش اسرق. انت مين؟ انا الاوان انك تعرف. معك اسبوع واحد بس، اسلمني الذهب اسلمك بنتك اللي معايا. طب اطلب مني اي حاجه، اي حاجه ممكن اعملها. اطلب مني اي حاجه، انا ممكن ابيع الشقه باللي فيها، اي حاجه. اديني بنتي بس. وخد ذهبي يا ابني بيعه، خد ذهبي كمان بيعه، وذهب امي كمان في خوشتين، خدهم. محل الذهب معاك اسبوع يا كارم، اسبوع، والا مش هتشوف بنتك دي تاني. سلام. من يومها يا بنتي وحالنا اتشقلب، وكارم ما كانش مصدق انه هيعض الايد اللي اتمدت له. كارم دخل البضاعه، انا رايح اقعد مع عمك سيد شويه. كان بيروح والشيطان من لازمه بيدله على السرقه. يوم ما سرق حته الذهب من الخزنه كان هيموت نفسه، وساعتها اللي خطف بنته ما رضيش ياخدها. حته الذهب اعتبرها هديه ليك، انا عايز بقيه الذهب اللي في المحل. يا استاذ جاسم، كل ده يا كريم؟ معلش والله، زي ما قلت لك يعني بنتي كانت تعبانه شويه. معلش. الف سلام عليها. يسلمك، ربنا يبارك لك فيها ويخليها لك. حاجه بسيطه. عيد يا استاذ جاسر. يا ابني امسك، مش عشانك، عشانها هي. لا لا الحمد لله البنت بقت كويسه، الحمد لله الله يخليك. سي عليا، لا حاجه حلوه، احتاجت علاج. ربنا يبارك لك يا استاذ جاسر، ربنا يبارك لك. يلا روح لها بقى، طمن عليها وخدها في حضنك. طب ما مش عايز نقعد معاك لحد ما نقفل وكده؟ هتشتغلني، ما انا كل يوم بقفل لوحدي. يلا اتكل على الله. ماشي. هو اليوم ده كانت بنته اتخطفت خلاص؟ ايوه، امال ايه؟ ما هو عمل نسخة على مفاتيح المحل عشان يسرق الذهب ويقدر يرجع بنته. انا نفسي افهم ليه ما بلغش البوليس؟ اكيد كانوا ساعدوه. يعني هيجازف بضنايا بنتي؟ ما احنا خفنا نبلغ البوليس لا يقضي البت لا قدر الله. يعني سرقة المحل هي اللي مش مجازفة؟ والله العظيم يا بنتي قلت له كده.